هبه السيسي، الاول برحب بيكي معانا في اخبار اليوم. اهلا بيك، ميرسي يا جميل. عايزينك النهارده تكلمينا عن حضورك للعرض الخاص النهارده لفيلم القرد بيتكلم. القرد بيتكلم جميل قوي بصراحه، يعني حاله حلوه، اكشن على ضحك، والعامل دور ممدوح موتني على روحه، ده جواه حمد الفيشاوي بصراحه فظيعه، يعني عامل حاله حلوه قوي في الفيلم. هو كلهم حلوين، بس انا يعني اتبسطت باحمد عامل دور حلو قوي. تقولي ايه النهارده لكل صناع الفيلم؟ اقول طبعا لسيف الف مبروك للانتاج، وبيتر اخراج جميل جدا، والاكشن حلو قوي، وريهام حجاج تحفه، وعمرو واكد تحفه، كلهم بصراحه فظاع يعني.